دقيقة، انا بغط، شفت، بطيح، وات؟ اوكي، رجعني لذا المكان. لا، في غلطة. بعد جيم ورجعت لكم بفيديو جديد وموضوع جديد. واليوم يا جماعة راح نلعب ماينكرافت، بس راح نلعب ماب دروبر. فقبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك للقناة اذا ما كنتم مشتركين. يلا خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. فيا جماعة الخير راح نلعب ماب دروبر في ماينكرافت. فراح يكون هذا اللي هو الماب، مراحل فيه. فأتوقع سبون بوينت دور نسوي يعني. طيب دي ايش يعني الايام؟ ما احتاج صراحة. طيب قمتو ما انا عندي خلاص. تمام يا اخي، هذا كله لو اقراها يعني عارفين ماب دروبر، ما احتاج خلاص. اذا وصلت النهاية راح افوز. فهذه الاند ماب، الاند يعني النهاية خلاص. فراح تكون هذه المرحلة الاولى سكاي، وذي المرحلة الثانية اشجار فورست، وذي المرحلة الثالثة حق كيفينج، وذي المرحلة الرابعة صح ولا ايوه، وذي النذر المرحلة الخامسة، ودي الأخيرة يا جماعة الخير الإند. وانا ايوه الإند، شفت كيف؟ فا اوكي، توني الاحظ انه في ايزي وفي هنا ايزي، هذا ايش؟ ميديوم، هارد. والله الله يستحق هارد. هذا ميديوم، هذا هارد. دقيقة، هذا هارد، وذا ايش؟ وال، هذا ممكن اصعب شيء. الله يستر يا جماعة الخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ المرحلة الأولى يا جماعة الخير، ليفل 1. يلا بسم الله. اوكي طيب، خلينا نسوي سبون بويت. سوي خلاص. تمام يلا بسم الله. يقول لك روح سوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما بطيحة او دروبر، ف او السقوط من السماء. الله يستر. استعجل، انا اصلا ما طحت. طيحني الدرج. دقيقة، خليني اركز. اوكي، شفت الموية، شفتها ولا لا؟ شفتها. دقيقة. حلو يا جماعة الخير، حلو يا جماعة الخير، حلو. فا ايش رأيكم؟ تمام كذا المرحلة الأولى تم. الحمد لله، سهلة يا جماعة. وين دي المرحلة الأولى؟ خلاص خلصناها. المرحلة الثانية اوكي، اول مرحلتين ايزي باذن الله. طيب هذا شجر يعني. دقيقة، انا بغط، شفت، بطيح. وات؟ اوكي، رجعني لذا المكان. لا، في غلطة، انا بسويها المرحلة وبرجع لكم. طيب وين سبون بوينت؟ ايوه هنا. اوكي سوي. والله برجع نفس ذاك المكان، صراحة قهرني، لكن كويس انها مرحلة سهلة الحمد لله. طيب هاي ننزل مع ذا النزول. اوكي يا جماعة الخير، الحمد لله تعدينا المرحلة الثانية. اوكي دحين المرحلة الثالثة هي ميديوم. والله يستر مرحلة الكيفينج، لا ننسى سبون بويت. اوكي يا جماعة،
هذا شوية ميديم يعني صارت صعوبة. طيب، في موية كثير يا جماعة. طيب ايش رايكم انزل كذا؟ والله حركة زينة دي. انا قاعد اركز على اماكن. ايوه هاي شكل الموية صح، في مويات كثيرة. والله خايف يضحكون علي يسوون فيك، لان المرحلة ذي مديم فتعرف انت الحركات ذي. طيب، بسم الله. اوكي قربنا منها. طيب، ركز، طيحينا. حلو. طيب تمام عليك يا حبيبي، هذه المويه الصحيحه الحمد لله جيت عليها. دي باين عليها كذب وذي كذب، يعني يبغون يخدعوني وما يعرفون من يتحدون يعني. ها اوكي تعدينا المرحله الرابعه الثالثه قصدي، وهذا الرمال المرحله الرابعه طبعا فميديوم. فالله يستر الله يستر. طيب خلونا نسوي سبون بويت. سوي يلا يا جماعة خير يلا. يبغى له تركيز. دقيقة، وصلت المرحلة هذه شكلها الله يستر. ذيك المراحل الله يستر. يبغى له تركيز، دي صعبة شوية. المفروض ما يكتبوا له مديم، يكون نص يعني مديمة. يا بوي هنسوي ذي الحركة. دقيقة دي الحركة. اوكي تمام، الحين الباقي سهل بإذن الله. طيب اشوف الموية، انا اشوفها والله اني اشوفها، لكن يبغى له تركيز. طيب تمام. طيب تشوفون الموية؟ تشوفونها ولا لا؟ لكن يبغى لها. شفتها. طيب تمام والله بجيبها. سهل. حلو. اوه يا جماعة يلعن ام القهر، والله قهرتني. قريب. ايوه الحمد لله. الحمد لله والله بالقوة وصلت. يلا المرحلة الخامسة هارد. والله يا جماعة خلاص قربنا قبل الأخير. يلا قربنا. النذر هنا المرحلة اللي يقول لك يا ويلك يا عبادي. بس بإذن الله أنا قدها. يلا بسم الله. هذا فيك صح؟ يكذب علينا؟ لا والله صدق. طيب استهبلوا ذيلا مقفلين. والله استهبلوا والله. دقيقة النذر شوفها مقفل. وات وين اروح؟ لا يا شيخ، وين المرحلة النهائية؟ اوكي ذي الموية شكلها صغيرة. حلو والله يا جماعة. المشكلة بلوكة واحدة، والله ما ادري كيف بجيبها. دقيقة بدينا هذه الحركات اللي تموت كذا بدون يا طيب دينا نط هناك. حلو. طيب دقيقة. والله انه مجنون ذا الماب. دقيقة والله انا لحس مخي. والله دقيقة يا ابن الحلال. والله ايش ذا اللي رسبن يا جماعة؟ كأن الموضوع زاد. اوكي وش ذا؟ حاجة جديدة انا ما اشوف زي الناس. طيب يا جماعة الخير، من هنا
من سلايم لهنا ولهنا ولهنا. طيب وصلت هنا، هنا كيف اوصل للمويه ذيك؟ وظلام وما ادري ايش، ما ادري كيف بوصل لها. اوكي يا جماعة الخير، بعد سنتين او 5 سنوات سويتها. ايش ذي الصعوبة ذي يا رجال؟ والله شوفها من فوقها انا ما اقدر اشوف، ما ادري كيف جبتها يعني كذا، والله حظي والله، ولا ما كنت اجيبها. ايوه خلاص انتقلنا للمرحلة الاخيرة واخيرا اللي في السادس والاخير. اوه يا الله تترك، والله ذي اذا صعبت ممكن، لكن ان شاء الله اجيبها ان شاء الله. زي ما جبت النذر بالحظ فهذه باذن الله بالحظ ولا بالجهد باذن الله. خلونا نسوي سبون بوت يا جماعة، ويلا حلو. اوه والله اني قريب، يا الله سترك، والله اني قريب يا جماعة، يا الله والله اني قريب مرة، قريب قريب قريب، يا الله والله ذي مي مرة صعبة، لكن شوية البلوكات تلحس المخ. اوكي دقيقة دقيقة، ايش في؟ وات؟ ها؟ ها؟ والله اني قريب يعني. ايزي يا حبيبي قصدي. فالحمد لله عدينا ذي المرحلة بسهولة، فخلي على طول نروح هنا عشان ايش يقول لي كملت. اخيرا يا جماعة الخير، اللهم لك الحمد، الحمد لله. ايش يقول لي؟ يو وين، اللهم لك الحمد، الحمد لله فزت حبيبي. طيب ايش الجائزة؟ اوكي جيبت انت يا حبيبي، مفجر ام الماء بحبيبي اللي خلاني ساعات. يا الله خلينا ناكل 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 ناكل، جعانين جعانين. حلو سوي سوي سوي، ايه نستاهل نستاهل نحنا. شوفها، يو الف مبروك، الف مبروك، ألف ألف مبروك. بس يا جماعة الخير نهينا المقطع بشكل كامل، نهينا الماب خلصناه وفزنا الحمد لله. فبس يا جماعة الخير نهينا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك والقناة إذا ما كنتم مشتركين. معكم عبادي جيمز، وبس مع السلامة.